لا يبدا التوقيت ديال الساعه 9 ديال الحضر الجوال. بمناسبة رأس السنة تم الإلغاء جميع الاحتفالات، جميع تجمعات ليلة رأس السنة الجديدة. يعني يمنع أي تجمع هذه الليلة هذه يكون، خصوصا أن احنا حضرة جوال حالة طوارئ. كاين بعض الشباب اللي باقيين شوية في الشارع العام، ولكن دقائق قليلة يبدأ حضرة جوال الليلي. كنمروا الان الساحه ديال الممر ديال اللي كيؤدي مساحه الطريق الى الشرفه الاطلسيه. باركون عندكم الشوارع كلها فاضيه، المقاهي كلها مسدوده. يعني لولا هاد لولا هذه الجائحة لكانت هذه المقاهي كلها ممتلئة، وهذه الساحة كاملة عامرة. كل رواج اقتصادي المدينة كتنتعش في هذه الليلة هذه. غتلقى المكان ديالك لا في المقاهي لا في أي لا في المقاهي لا في المطاعم، هي في أي مكان. كلشي كينتعش، ولكن كورونا دارتها. كورونا دارتها، كنتمنوا ان هز الله علينا هاد الجائحة هادي، رفع الله علينا جميع الساحات فارغة. كل الساحات فارغة. تواجد أمني مكثف داخل المدينة. الزقة المشهورة التي كتعرف الاقتضاد بزاف يوم رأس السنة. ندخلوا الممر ديال شارع شوفوني، الممر ديال شارع ابي نداء، الممر الشهير الاندلسي المشهور. هذا معنا كان معنا احد الشباب من شباب العرائش، احد اللاعبين المميزين لفريق جوهرة العرائش. نتبعنا واحد الحاجة اللي بانت لنا، كنا هضرنا لواحد القضية، يعني تم الاستجابة بعد، يعني الحمد لله باراش أونفو كنا دوينا على القضية هذا الشارع هذا ما فيهش الأضواء، تم تثبيت المصابيح. مشكورة السلطات المحلية. انا كنا من لاش اونفو كنا هضرنا على القضيه ديال الشارع حسن ثاني ان كان مظلم، ولكن الحمد لله تم تركيب احد البروجيكتورات باش ان تكون باش ان الاضاءات ما يكونش الشارع مظلم. يعني الحمد لله، يعني كما هضرنا ان الشارع فيه الظلام والضوء مطفية، بروجيكتور اخر لتحت حتى هو كذا كيطي الاضواء. يعني كما دوينا على ان الشارع مظلام، ولكن استجابه وشعلوا الاضواء. رجعنا هاد الرجعه هادي باش اننا نقدموا الف تحيه للسلطات المحليه انها استجبت لهذا النداء ديال لاش اونفو باش انها تشعل هاد الضوء هذا.
الضوء خرى والانفينه في وجهها. تركبوا واحد النوع ديال البروجيكتورات كبارين اللي مشكور عليهم السلطات المحليه والجماعات المحليه. تم تثبيت هاد اللارغات وحده اخرى هي هنا. كيبان باقي العمال كيشتغلوا هما باش انهم يشعلوا الضوء في هاد المنطقه. اشغال جاريه اشغال جاريه سوق بالك كل مغلق باش يشد. نرجعو بحالنا نجيبو دغيا واحد ابنيدة. ها كيقوم الامن بتثبيت ديال احد بروجيكتورات الاضاءة الشارع ديال ابنيدة. و الف تحية لكل متتبعين دلاراج اونفو. بروجيكتور اخر هنايا لان هاد الشارع ديال الحسن الثاني والشارع ديال ابنيدة كيراه في اصلاحات. كيعرف اصلاحات الشارع هذا مما يعني توقفوا السطراسيون كامل ديال الضوء ديال الشارع. ولكن بعد اللايف اللي كنا درناه ديال الشوارع المدينه درنا الشارع ديال الحسن الثاني وكان مظلم 100%، ولكن الحمد لله هو تم الاضاءه ديالو. الف تحيه للسلطات المحليه وعمال الشركة اللي كيقوموا بهاد الإناء الآن. يعني قبل ما يركبوا واحد النوع ديال البروجيكتور جديدين والضوء. ها هو شارع الحسن الثاني أصبح 100% ضوء. يعني الطاشرون باقي كيخدم هاد الشارع هذا، باقي ما ركبش الأجهزة باش أن هاد الأعمدة الكهربائية. جاب ها بروجيكتور آخر. قام بتثبيت واحد النوع ديال البروجيكتورات في المنازل باش يضوي الشارع، لان اصبح شو معار شارع داخل مدينه العرائش في وسط سونتر المدينه هو ما فيهش الضوء. الحمد لله الرساله ديال راش اونف وصلات، الحمد لله وصلات وتم التثبيت ديالهم هذا المساء هذا لما شفنا بان كاين باقي باقي يعني باقي العمال ديال الشركات اللي مخوله انها تركب هاد البروجيكتورات باقي كتركب الان امام الفينيدا. مشكورين المسؤولين لاراج اونفو باقي معكم في هاد الجوله بمناسبه السنه الجديده. والف تحيه لكل متتبعين لاراج اونفو. الشوارع كامله كلشي شد كلشي مشدود كلشي محترم قرار الحكومه إغلاق المحلات الساعة 8 والحظر الجوال باقي له واحد الدقائق يبدا حظر الجوال الليلي. عاود ألف شكر للسلطات المحلية. أنا هاد الشريعة هذا كان عاود كيعرف واحد الاقتصاد كبير ديال الناس ديال صحابي السمك. لكن هاد الشريعة هذا كيكون ممتلئ أنا آخر، ولكن تم ادخال جميع هاد الناس اللي كيبيعوا الحوت هنايا البائعين السمك الى داخل سوق رحبه الزراع. هو هذا للاسف بقى ساحه رحبه الزراع الشهيره مطفيه، لازالت الساحه ديال رحبه الزراع زيرو الكهرباء. كنتمناو السلطات المحليه تركب حتى هنايا البروجيكتور راه يضوي على الساحه هادي. كما وقع الاضاءه ديال بعض الشوارع المدينه نتمناو حتى الساحه هادي تتنوى ويدار لها بعض البروجيكتورات ان اي بوار داخل المدينه سونتر المدينه الضوء ما كايناش. اللي بغى بوخنو ها هو موجود. الاشغال لا زال زاليه
غابت الاحتفالات والبهجة. تفضل اخي جلال. احد جاي الى عائشيه بالديره الاسبانيه، المتابع الوفي لصفحه لاراش اونفو وموقع لاراش اونفو. كما قلنا لكم كنديروا معكم واحد الدوره دائما، عاودنا لكم في الساعه هذيك كنديروا معكم دوره مدينه بالعرائش، واليوم خصنا نديروا بعض المناطق اللي كانت كتعرف البهجه والاكتظاظ ديال الساكنه، ولما لا كل العرائشي راه كان معروف. الا ما درتيش دويره حدا ابينيدا والرون بوين دينا راه ما درت مهوتش المدينة، يعني كانت معروفه عندنا العرائشي الاحرار ولاد العرائش اللي ما هوتش المقله ما هود المدينه، ضروري ما تهود المقله، من المقله تهود باركو لانتيكو، يعني كان واحد كيبقى يدور ساحه مكه، يعني كيدور في ساحة التحرير اللي كانت معروفة عندنا وقت التسعينات، الجيل ديال التسعينات. هذا كوتر كامينو كان معروفة عندنا ديك الساحة هذيك لأنها يعني كانت معروفة عندنا ساحة التحرير، يعني اللي ما هوتش مدينة ودار دويرة ما دار والو. العرائش ليلة السنة وفي الختام هذا جولة ليلية كنتمنى لكم سنة سعيدة، بارطاجيو معنا هذا اللايف هذا.